الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. وهذا الباب مما يغفل عنه كثير من الناس، فهي سنة قد تكاد أن تكون مهجورة، وهي استحباب ركعتين بعد الوضوء. فمن توضأ فيستحب له أن يصلي ركعتين سنة وتطوعا. وهذا العمل كما ذكرت أنه يكاد أن يكون مهجورا بين الناس، ولذلك كان بلال رضي الله عنه وأرضاه يعمل بهذه السنة حتى كانت سببا في دخوله الجنة وفي بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهو حي يمشي على الأرض. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث فقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. والدف هو صوت النعل وحركته على الأرض. فهذا الحديث فيه فضيلة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفا عليه في الجنة، وهذه بشارة لبلال أنه من أهل الجنة. فنحن نؤمن ونجزم يقينا أن بلال رضي الله عنه من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع دفا علي بلال رضي الله عنه إما مناما وإما يقظة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فسمع دفا علي بلال رضي الله عنه وأرضاه في الجنة. وفي لفظ آخر أنه قال لبلال: ما سبقتني به يا بلال في الجنة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وهو أول من يفتح له الباب، بل باب الجنة لا يفتح إلا بعد أن يستفتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: وآتي باب الجنة فأستفتح، فيقول لي الخازن: من أنت؟ فقولوا: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ولا أفتح لأحد قبلك. فالنبي هو أول الناس دخولا، ولكن سبق بلال رضي الله عنه إما أنه سبق كسبق الخادم للمخدوم، أو أنه سبق بمعنى أنها رؤية منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فإن هذا الحديث بشارة لبلال، فلذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي كان يعمله، قال: ما أرجى عمل تعمله؟ فقال له بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، يعني يتوضأ وضوءا، في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهنا في قوله رضي الله عنه: في ساعة من ليل أو نهار، استدل به من يرى أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. قالوا: لأن بلال قال في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت، فهذا يشمل كل ساعة في الليل وفي النهار. وذهب بعض أهل العلم، وقول أكثر أهل العلم، أن الصلوات لا تصلى في أوقات النهي حتى ذوات الأسباب. قالوا: هذا الحديث لما تطهر طهورا في ساعة من ليل ونهار هذا عموم، ويخصصها حديث النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي. وعلى كل حال، هذه مسألة خلافية بين العلم، ولكن استدلوا بهذا الحديث أنه يصلى
في أوقات النهي في صلوات ذوات الأسباب، ومن ذلك الوضوء. فهذه سنة ينبغي على المسلم أن يعتني بها، فهي من أسباب دخول الجنة، وهي عمل يسير على من يسره الله له. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.